خالي قنو رازي قنو راه موت التريما برد الحاري قنو برد الحور قنو راه موت التريما برد الحاري قنو راموت التريو برد الحارقنو البل والخزي ليك هنا انا منو واتخير الله كيف حالك كيف حالك شديد سلامات ويبارك فيك ويسلمك كيف حالك بارك الله فيك كيف حالك ما شفناك والله شفتوني كيف هنا انا والله ما اشوف الشارع خبركم شنو انا طيبين تب الحمد لله الله يبارك فيكم يا شديد شغالين وين هذا والله يعني والله شغالين احنا في الصحه مصنع صحه الله يبارك يا الله الله يبارك فيك حالك الله يبارك فيك الله يسلمك وانت اخبارك الدير شنو شغلتين انت هذا كيف شغال جلد جد والله بجلد عناقريب وسراير ومرا اي شيء بنجلده والله ما شاء الله والله زول ده كان مجلد اجلده والله ما شاء الله والله بكم خير الله الجلد والله ب 17 جنيه 17 جنيه الله ما شاء الله هاي اللي تم متعشين فيه الحمد لله كده هسه خلونا من ده افطروا معاي وبعد ذاك ناخذ خبركم ايوه عليك تفضل الحين والله انا قريب والسراير انا قريب انا قريب والسراير انا قريب انا قريب والسراير انا قريب انا قريب والسراير أنا قريب والسراير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيجلدوا عن قريب وسراير وحاجات زي دي؟ هاي بالحيل. هاي لا بس أنا عندي كم سرير كده دايركم تقوموا تجلدوا لي. لا بنجلد لك والله. ها؟ بنجلد. أها يا جماعة نتفق الأول شرط آخر النور. نعم. أها بكم بيجلدون؟ الجلاد أصلاً ب 17. ها؟ وكان ب 20 لكن نزل ل 17. لا 17 دي كثيرة يا أخي. أقول لهم كلام؟ أنا بديكم 15. لا 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 بسبع طاهر أصلا سبع طاهر يا جماعة 15 دي والله كويسة يا أخي. لا 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 17 إنما أصول نظام الجلاد معروف ب 17 كان ب 20 بقى ب 17 عشان يا جماعة ما نتكلم كثير وحاجات زي دي 16 ده كلام نهائي كده. الله عندكم سرير؟ ها؟ عندك في كم سرير كده؟ ثلاثة أربعة سراير كده. خلاص كالكدي في 16 مش كده؟ اه في 16 في 16 خلاص يا زول نحن بنشتغل لك بال 16 الله عشانك انت ده والله شكرا لك يا لكن نزل 17 اي الجنيه ده قطعته شايل لكن بنحمله لا ما في مشكله يا اخي بس الاكل والشراب عليك ها؟ الاكل والشراب عليك يا راجل يا اخي يا راجل معقوله يا اخي معقوله يا اخي الحاجات دي يا اخي كلها بتجيك اصبر يا اخي اصبر لا ما بس عشان نحن دايرين نوريك من البدايه يعني بدايه شغلنا نحن قبلنا بال 16 والاكل والشراب عليك لا ما في مشكله انا امشي اجيب لكم السراير واجي عديله تعال خير تعال ملبل ملبل هاي كان ثلاثه سراير ثلاثه في 16 ثلاثه في 16 ثلاثه في 10 من ب 30 وثلاثه في 6 ب 18 يعني تو 48 هاي 48 اها 48 الحساب ده 48 48 في الثلاثة اي و 48 الثالث في الثلاثة اها يا جماعة هاكم ده السرير الأول الله ما شاء الله الملة بتاعتي سمحة لا كويس سرير تمام عليكم الله يا جماعة دايركم تضبطوا ضبطة صح كده لا هاي شغلتنا خلاص؟ أيه أنا أخش جوا للنزل عشان يقوموا يعملوا لكم النظام إن شاء الله لا جدا الله يخليكم
عليك الله المويه البارده. لا لا اي حاجه بتجيك. البل البل ملينا ان شاء الله ملينا. انت اديتهم كم سرير؟ طلعت لي سرير واحد؟ سرير واحد ليه يا صلاح؟ ما كانت تديونا السراير دي كلها؟ لا لا يا اخي انت ما عارف، انا ما قلت شنو اجربهم بالسرير ده، اذا طلع الشغل نظيف اطلع لهم باقي السراير. خدمة يا عندي جبت لكم ال عايب هذا كيفه على الوردة دي شيل ده وجيب الباقيات وجيب 16 ده اي لا لا خلوا نحن ناخذ لنا جمع خلوا يجيب لنا الفطور جيب الفطور كويس اجيب لكم الفطور اجي اي جيب المويه المويه لا لا المويه دي ما خليها اعمل لكم عصير كويس جبت الشربات الليلة البل دارين تفطر مش والله الليلة تفطر فطور والله الليلة تاكلوا أكل تفطر فطور أوقفوا 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 ده شغل لكم حسي ده شغل أوقف هنا تعالي هنا